أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل للساحر من توبة؟ والله هو بينه وبين الله نعم من التوبة، ما حد يمنعه من الله جل وعلا، لكن نحن نجري عليه الحكم الظاهر، نجري عليه الحد ولا نستتيبه، لأنه لا يؤمن أنه يخادع بتوبته، فنقيم عليه الحد، وإذا كان صادقا في توبته بينه وبين الله الله يقبل منه. نعم.